ولاية ترارز عموما وروسو بشكل خاص وباسمي شخصيا أن أرحب بزائرنا الكبير فخامة رئيس السيد محمد ولي الشيخ القزواني الذي يوجد الآن بين محبيه وأنصاره في مدينة روسو الحدودية التي تتشرف اليوم باستقباله وترى فيه رجل أفعال وقائد كبير. سيدي الرئيس، إن إشرافكم شخصيا على إطلاق مشاريع في مجالي البنى التحتية والزراعة يمنحها فرصة ذهبية للترحيب بكم ترحيبا يناسب جنابكم الموقر. سيدي الرئيس، هذا الشعب الذي رأيتم اليوم على جنبات الطريق وفي كل محطة من محطات زيارتكم الميمونة إن شاء الله حضر طوعا ليرحب بكم ويعبر بصدق عن تقديره واعترافه بالخطوات الجبارة التي قطعت في طريق بناء بلد تريدون له الرقي والنمى. وروسو هذه تثمن العناية التي تعطونها وتلك اللفتات الكريمة المتتالية، وتشكر تلك الإرادة المعبرة عنها من خلال برنامج تعهداتي الذي جسد سعيكم الصادق لبناء دولة تسع الجميع موالاة ومعارضة، وتلك لعمري مقاربة بكر برهنتم من خلالها بالفعل إنكم رئيسا لكل موريتانيا ببعدها السياسي ومختلف أبعادها الأخرى. سيدي الرئيس، إن إطلاق هذه المشاريع المرتبطة بمشروع الجسر يحمل رسالة هامة لترارز عموما ولروسو بشكل خاص، مفادها إن عهد التهميش والحرمان قد ولى ولن يعود بإذن الله، وأن المشاريع التنموية توزع على الولايات الوطن بعدالة. سيدي الرئيس، إن زيارة روسو في هذا الظرف حيث تعيش الحملة الزراعية فترة حصادها ونحن قاب قوسين أو أدنى من موسم الخريف لها دلالات ودلالات. فخامة الرئيس، إن روسو تعاني مشكلا ننتهز الفرصة لطرحها عليكم. سيدي الرئيس، القوارب تحتاج إفراق مكب نفايات عمره يقارب ثلاثة عقود من الزمن، ونقل محتوياته لمشروع المكب الجديد سيكون مفيدا نظرا لأن هذا المكب بات مصدر أمراض وإزعاج للسكان خصوصا الأطفال والمسنين. فك العزلة عن حي الكيلومتر 7 من خلال طرق داخلية وتفعيل الإنارة العمومية التي توقفت منذ بعض الوقت. مد شبكتي الكهرباء والمياه والعمل على الحد من الانقطاعات العائدة لأسباب فنية قاهرة. تجدر الإشارة هنا إلى أن مصدر الماء لهذه المدينة حفرة باراج من عهد الاستقلال غير محمية، مما يجعلها عرضة للأوساخ والأثرب الملوثة بما هو ضار، لذا يتعين جلب الماء من عمق البحر بأنابيب كما هو الحال في مدن الجوار. ونشكر الوزارة والمدير العام لشركة المياه على هذه الجهود والدراسات الفنية التي هي قيد الإنجاز. فك العزلة عن بعض القرى مثل جك وبرن وتكش وقفر ومبارك جو وغيرها كبغداد وكرمدك، تكوين الشباب والنساء على المهن الحرة، استصلاح مساحات زراعية لخلق فرص عمل تثبت السكان في أماكنهم، ضرورة بناء مسلخة أصرية لأن المسلخة المستخدمة حاليا ليست جاهزة وتصبح مهجورة في الخريف نتيجة للعزلة وصعوبة الطريق. توزيع القطع الأرضية في روسو الجديدة كيلومتر 7 نظرا لأن روسو ليس لها احتياطي إيقاري للسكن، وتوجد في القطعة الواحدة عدد أسر، وفي الكيلومتر 7 أسر تسكن بالإعارة وربما الحجاز الغير الشرعية. سيدي الرئيس، لم يبقى لي قبل إنهاء هذه الكلمة إلا أن أنوه بمستوى الحضور